بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الهادي الامين. باذن الله تعالى سوف نتعلم في هذا الدرس كيفيه عمل الهوامش سواء هامش افقي او هامش رأسي او هامش افقي ورأسي معا. اولا السؤال ليه بنعمل هامش او هوامش في برنامج الاكسل؟ لو رحنا لقائمه ملف ثم طباعه بنلاحظ ان الجدول موجود اعلى يمين الصفحه ولكن المطلوب ان الجدول يكون في منتصف الصفحه عموديا وافقيا. من قائمه تخطيط الصفحه بندخل على هوامش ثم هوامش مخصصه بنلاحظ هنا توسيط في الصفحه المطلوب هنا توسيط الجدول في الصفحه. في اختيارين اختيار افقي واختيار رأسي او عمودي بيتم وضع علامه صح داخل المربع الموجود على يمين افقي وعلامه صح في المربع الموجود على يمين عمودي ثم موافق بهذه الطريقه قمنا بتوسيط الجدول في الصفحه عموديا وافقيا لو رحنا لقائمه ملف ثم طباعه نلاحظ أن الجدول قد تم وضع الجدول في منتصف الصفحة عموديًا وأفقيًا، نلاحظ هنا لو قمنا بتغيير اتجاه الصفحة من قائمة تخطيط الصفحة تغيير الاتجاه نلاحظ هنا قائمة منسدلة تحتوي على اثنين من الاختيارات اختيار عمودي واختيار أفقي سوف نقوم باختيار أفقي بهذه الطريقة لو رحنا الملف ثم طباعه نلاحظ ان الجدول قد تم توسيطه بشكل مميز وبشكل جميل في منتصف الصفحه عموديا وافقيا اذا بنروح لهوامش ثم هوامش مخصصه يتم وضع علامه صحه على عمودي وعلامه صحه على افقي ليتم توسيط الجدول في الصفحه عموديا وافقيا ليظهر الجدول عند الطباعه في منتصف الصفحه أيضا يمكننا من اعداد الصفحة الضغط هنا ثم نذهب الى علامة التبويب هوامش يبقى نضغط على اعداد الصفحة كما تعلمنا سابقا عند عمل راس وتزيل للصفحة نضغط هنا على هوامش بدلا من راس وتزيل الصفحة ونقوم بالتعليم على توصيد في الصفحة افقي وعمودي بهذه الطريقة ثم موافق اذا يمكننا عمل توسيط الجدول في الصفحه عموديا وافقيا بطريقتين اما مباشره من هوامش أو بالضغط على إعداد الصفحة ثم هوامش وبهذا نكون قد تعلمنا كيفية عمل توسيط أو كيفية عمل هوامش للجدول حتى يظهر الجدول في منتصف الصفحة عموديا وأفقيا عند الطباعة نراكم في درس قادم من سلسلة شروحات برنامج الإكسل والمقدمة من المعهد السعودي المتخصص العالي للتدريب واللغات.